تقييم هذه الورشة يعد خطوة استراتيجية نحو إدراج أكبر عدد من ممتلكاتنا الثقافية الوطنية المادية ضمن قائمة التراث العالمي من خلال الشروع في جملة من التدابير الاستعجالية والتي تأتي في مقدمتها تحيين القائمة الإرشادية المسجلة باسم الجزائر والتي تضم 6 ملفات فقط، وعليه سنقوم اليوم بتحيين وإثراء هذه القائمة بناء على اقتراح الخبراء والتي بلغت إلى حد الساعة 12 مقترحا والعدد مرشح للارتفاع حسب ما ستفضي إليه هذه الورشة. ننطلق في هذه الورشة وفق مسار عملي يقوم على تشكيل أفواج عمل متعددة التخصصات والتي تضم خبراء من القطاعات المعنية بما في ذلك كل من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وذلك من خلال أولا تشكيل أفواج العمل وتنصيبها، ومن ثم سننطلق في وضع خطة عمل واضحة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف اليونسكو. ثانيا تنظيم ورشة دولية خلال شهر نوفمبر 2024 بمشاركة خبراء من منظمة اليونسكو حول إعداد الملفات ومراجعة القائمة الإرشادية لضمان تقديم ملفات قوية وملائمة للمعايير الدولية. ثالثا إعداد وتحيين ملفات القائمة الإرشادية شهر ديسمبر 2024 والتي سيتم إيداعها لدى منظمة اليونسكو. إن هذه الجهود من دون شك ترمي إلى تعزيز مكانتنا الدولية وحماية هذا التراث للأجيال القادمة مع نشر ثقافة الحفاظ على التراث كمسؤولية وطنية نبيلة.